السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال الماضي، السكوت هذا بزاف صوالح، كاين بزاف صوالح، خاصة وين الأخ محسن اللي كشف من الذي كان عنده الحق باش يتصل باللعابة، ما اتصلش بهم كاع، ما اتصلش بهم كاع. وانايا كما يقول لك خاصة في بعض واحد زوج لعابة اللي عندي المعلومة باللي ما اتصلش بهم، الناس وليك وين مشاو على مشروع تاع رئيس اتحادية سابق، يعني تاع لي بيجي يجي وحده، هذه سمعناها في 2017 2018، ومن بعد زدنا سمعناها من عند جامع بالماضي. هذه هي حنا بدون عاطفة، دون عاطفة، على بالنا بلي راكم بيتوجهوا الشعب بلايلي بلاي، على بالنا بلي بلايلي راح لبريست، على بالنا بلايلي اليوم البارح ترينا وضرب البالو وتريبلا وكلش، على بالنا بلي بلايلي ركب في بيسيكلات، على بالنا بلايلي، على بالنا بلايلي راه يتريني، على بالنا بلي بلايلي ما راحش حواس، راح باش يتريني باش يلعب، على بالنا ربي يحفظه من فامكم من عينيكم، برك ربي يحفظه من فامكم ومن عينيكم. في قاتل القطري ماركا دو بيت، ذبحتوا عليه التبليسه، الله يجعل ذي الخطره، راكم قلعتوا بلا عيلي، راكم قلعتوا، الله يجيب الحظ والسلامه. انتوما بالناصر بلاندي وذوبتوه، بالناصر بلاندي وذوبتوه، وهذاك ادم والناس جايكم بالخمسه تهضروا عليه فيديو زوج سبط يقول لك بليسي محرس كي تكسروا عليه روبلاس. هذه هي على ذيك نقول لكم، راكم فاهمين كيفاش هادو الناس، على بالك الله يجيب الحظ والسلامه منكم انتوما. ومن نهار اللي انتو تتذبحوا على هذه ليكيب ناسيونال، النيفو تاعها ولا والله لا، النيفو تاعها ولا على بالك، عملنا ها بلوندا هاك حلوتشا، ها بلوندا هاك حلوتشا، نادم راه يدير في 1000 تخطيط، يدير في 1000 تخطيط. بعيد عن العاطفة، لا توجد خطة لعب، وأصبحنا من أصبح الفريق الوطني الجزائري يلعب كرات طويلة فقط، تعمل لا ديفونس صفت روح بينيتي على الله، حتى نسجل للتحرر، لكن هذه أدخلتنا متاهات التسرع. خطة بالماضي أصبحت مكشوفة وأكل عليها الظهر لجميع المدربين المنافسين، ونضف إلى ذلك أسباب تراجع مستوانا، تراجع مستوى بعض اللاعبين وابتعادهم عن المنافسة، إصرار بالماضي والمجاملة هؤلاء اللاعبين رغم مستواهم السيء في المنتخب الوطني الجزائري. بالماضي اعتمد على قائمة من 11 لاعب وليس 28 كما يتخيل الناس، حنا من شفنا 28 قلت انا واحد من الناس كنت نقول، ما يجري على بالي بلي هو في راسه، قلت لكم في راسه عنده 11 جوار 14 جوار، 11 اللي يدخل بها وزيد لها 3 ولا 4 اللي يبدل بهم، والاخرين كاع زياده، الاخرين في راسه كاع زياده، ماشي غير اليوم، ماشي وهذه الهضره ماشي اليوم يهضر فيها، راني من 2019 بعد كاس العالم، يعني وين شاهدنا قبل لا نلعبوا مع كولومبيا لعب لهنا بجماعه فرحات ضربه تاع تحلب، درنا 0-0، ومن بعد روحنا كولومبيا ايكيب تيب، ومن بعد ايكيب شويه كي والو جماعه فرحات، كنت مسميها كاين جماعه فرحات وجماعه محرز، ايكيب تاع فرحات ايكيب تاع محرز، كيما لي زاني 82 كاينه ايكيب من جينا ايكيب مليحه تاع اللي ربحوا الالمان السعوديه منا مليحه. في ذاك الوقت كنا نلعبوا جماعة بالشيخ، وعلى بالشيخ قالوا ما تزيدوش تعيطوا لي، فيها قبل لي يلعب غير لي ماتش على هذيك اليوم. وين جاما بالماضي اعتماده على قائمة من 11 لاعب وليس 28، إفلاس تكتيكي وغياب المرونة التكتيكية والكوتشينغ، يعني مكاش دوزياميتو قراءة لعب، كاين تهريج عند لالين تو تاع لاتوش، كاين تهريج خير ربي، كاميرات تهريج طاب طاب طاب، الناس كرهت إفلاس تكتيكي وغياب المرونة التكتيكية والكوتشينغ
غياب الانضباط الذي فرضه بالماضي عندما تسليمه المنتخب وتديله لبعض اللاعبين، استدعاء فوق 15 لاعب فوق 30 سنة، معاكسة لاعبين مغتربين الصغار، وبهذا لم يضمن من يظن استمرارية المنتخب الوطني. هل يعقل أنه في 3 سنوات غير جديولا فقط لتقدمه في السن بزروقي في التشكيلة الأساسية؟ المنتخبات التي تلعب أسلوب دفاعي أصبحنا نواجه صعوبات في اختراقها. أتمنى أن يتدارك بالماضي الأخطاء قبل مباراة الفاصلة لكأس العالم، قبل ما يقوم بضخ دماء جديدة للمنتخب والابتعاد عن العاطفة قبل فوات الأوان. لا، بهكذا السيناريو لن نتأهل للمونديال. نقولها لكم، نعاودها لكم، كيما نهار اللي قلت لكم، نهار اللي درنا ماتشين مع السيراليون، قلت لكم غادي ما نفوتوش دوزيام تور. الناس كومونسو انت تكره ليكيب ناسيونال، انت منا انت من يا ودي، باينه اللي يتفرج كلي يتفرج يقارع بنت يقولوا لي انا بصح ما نكذبش على خوتي، انا نتفرج نشوف خطه كيفاش، نشوف لادفيرسير، انا نعاود البارتي نتفرجها جوج خطرات. انا نورمال، انا ماني مدرب تاع منتخب وطني، بصح نعطي نقاط. انا مانيش مؤمن، انا نقول لكم لا الحمان، لا ما نقولش الحمان، حمان عليا وعلى لادفيرسير. على هذاك استغفر الله يا ربي، هذوك عندهم رب وحده خلقهم، وحنا عندنا رب وحدنا خلقنا، كاين رب واحد خلقنا، رب واحد خلقنا، وتقصروا علينا ولا صح؟ قال لك بريمير ميتو صح، بريمير ما صح، دوزيام ماتش حصلت، تروازيام حصلتو في ايبوسي، حصلتو بغيتو تمسحوها من بعد اليامات، غير ما مشات لكمش فرينيتو، بغيتو تمسحوها في راخوك سموه في محرز. هضروا التاكتيك دو جو، انا هضر لي تاكتيك دو جو، هضر لي كيفاش مرست خويا، هضر لي كيفاش فيقوا بيك، نقول لك فيقوا بيك باينه. على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين المنتخب الوطني، هي غلطه تاع جما بالماضي، كان عنده الوقت، كان عنده الوقت كبير كبير كبير، يعني باش كان عنده وقت كبير باش يصنع، يعني الاقل كان عنده باش يجيب لي 5 لعابه 3 سنين، 3 سنين جاب زروقي، برك زروقي وماهوش لعاب زعما، كنقولوا بلي زروقي ما نقولوش لعاب اللي 100%، دي فوا النيفو تاع ليكيب ناسيونال في اللعب يرقد بسبب زروقي. شاهدنا الاهداف تاع الهدف وقيل الثاني، الهدف الثاني تاع غلطه تاع زروقي، طلعش مع اللاعب، لعب معاه مهود معاه من بعد راح وخلاه مركها براسه. هذا صح، انا ما نجمش نقولوا بلي ودي منا وطردوهم، لا لازم كل واحد ونعطي حقه. ده سبحان الله، حتى وين ندي احنا، احنا المشكله راهي في لا ديفونس، ما عندناش احنا نقطه الضعف تاعنا هي اللي بار اريتي كي تجي داخله في الكاري 18، غير شد راسك. وشاهدنا دو بيت ما كاش اللي يهضر عليهم، بس سبعيني كونت كوتيفوار، بس سبعيني سبحان الله، كونت غينيا استوائيه، جوال كان ما بين 70 وعاود جبد، حصلوا في بندبكا، لا ما حصلش بندبكا، حصل في اللي كان داير له الماركاج الاولى راح وخلاه، على جبد على ما ولش معاه، كولا معاه، سبحان الله. هذيك المجامله، خا جاما بالماضي كان يشوف بلي هذه المجموعه ما يخربش فيها ويروح بها الكوب دي موند، المهم نوصلها انا الكوب دي موند نلعبها، نعمر في السي في بلي مدرب مونديالي تشامبيونز شامبيون دافريك اليوم اللي هذا بروسيا. لا بصح مش كيما هاك، كون خدمت وطنك وخدمت بلادك وجبت لعابه وخليت اللمسه تاعك كيما المدربين، خلوا اللمسه تاعهم تمشي. ان شاء الله بربي نشوفوا باللي المنتخب الوطني بالك سبحان الله، ما خاطش اللي قلنا من شان نقولوا جيبوا جديد ولا بصح، قادر واحد كيما عوار يعني يجبد لك الريتم مع يعني في بلاصه كيسموه في بلاصه في غولي، يجبد لك الريتم واحد كيما عوا كيما كيسموه كيما غولام، واحد كيما بن طالب
يردوا لك الريتم صاحبي. ان شاء الله ما نرد.